بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحاضرة التاسعة للجي اي تي، وليكون موضوع عن السمول انتستم. هذا الأورجن اللي يكون عبارة عن قناة طويلة انقسمة إلى ثلاث أجزاء، اللي هما الدودينم والجوجينم والإيليوم. لو نجي إلى السمول انتستم من الداخل، هنلاحظ أن يكون عبارة عن فولتس. هذه الفولتس نسميها بالبلايكا. لو نجي نقرب هذه البلايكة، نلاحظ أنه يطلع من عنده أو من السطح ماله مجموعة من التراكيب الإصبعية اللي راح نسميها الانتستينال فيلاي. هذه الفيلاي تكون أعدادها ضخمة تصل إلى المليارات. لو نجي نقربها، نلاحظ أنه تكون محاطة من الخارج بإبيثيليوم. هذا الإبيثيليوم راح يكون حاوي على نوعين من الخلايا، اللي هم الانتيروسايتس واللي هي مسؤولة بشكل رئيسي في عملية الامتصاص، فيسموها الابزوربتيف سيلز، وأيضا هي مسؤولة عن إنتاج الإنزيمات الهاضمة الخاصة بالإنتستين. كذلك تحوي على الجوبلت سيلز واللي يكون وظيفتها هو إنتاج الميوكوس. لو نجي ننزل ونشوف ما بين الفيلاي، رح نلاحظ وجود مثل الأخاديد تشبه الجاستريك بيت اللي تكلمنا عنه بالستومك. هذه الأخاديد نسميها بالانتستينال جلاند أو الكريبس أوف ليبركان. هذه الجلاند أو هذه الكريبس راح تحتوي أيضا على خلايا. هذه الخلايا تتميز إلى أنواع، ولكن بها نفس الانتيروسايت تشبه الموجودة على سطح الفيلاي، وأيضا بها جوبلت سيلز أيضا تشبه الموجودة بالجاستريك فيلاي بالفيلاي، وأيضا راح تحوي على أنواع أخرى من الخلايا راح نشوفها بعد شوي. نلاحظ من الداخل أنه الفيلاي حاوية على جزء من الليمفاتيك فيزلز اللي نسميها اللاكتيال، وأيضا تحوي على أرتريول وفينيول وأيضا مجموعة من الكابيلاريز. الوظيفة الرئيسية للفيلاي أنه تعمل عملية الامتصاص للمواد الغذائية واللي تنقل عن طريق هذه الليمفاتيك فيزلز وأيضا عن طريق البلاد فيزلز. هاي التراكيب العامة أو التركيب العام للسمول انتستين. السمول انتستين راح يكون بها أو ينزل بها العديد أو عدة أنواع من السكريشن. هذا السكريشن جزء من عنده من الليفر واللي هو يتمثل بالبايل، وجزء من عنده من البنكرياس سميناه بالبنكرياتيك جوز. ينزلون اثنينهم الى سمول انتستين. إضافة إلى أن السمول انتستين أيضا راح تنتج مجموعة من أنواع مختلفة من السكريشن، نحن نسميه الانتستينال سكريشن. فهذه السكريشن يجي من هاي المناطق الثلاثة تنزل بالسمول انتستين. إضافة إلى السكريشن الجاء من الماوث واللي جاء من الستومك، كله أيضا ينزل إلى السمول انتستين، والفود بمختلف عناصره ينزل للسمول انتستين. فكمية الفلويد اللي تنزل السمول انتستين كبيرة تصل إلى حوالي 9 ألتار في اليوم الواحد. هاي 9 ألتار هي خليط من الفود وخليط من السكريشن اللي جت من مناطق مختلفة. في الفود لوحده هيشكل لترين من أصل 9، أما 7 لترات هي كلها عبارة عن سكريشن، جزء منها من السلايفا، جزء من الستومك، جزء من الليفر، وجزء من البنكرياس، وجزء من الانتستين نفسه. فسبع لترات هي عبارة عن endogenous secretion. فيصير خلط ما بين secretion وما بين الفود. هاي 9 لتر هو عبارة عن mixing. 7 من عنده رح يتم امتصاصه بالsmall intestine. يظل من عنده 2 رح يعبر للlarge intestine. يصير امتصاص لحوالي 1400 إلى 1800 ميل. يبقى 100 إلى 200 ميل من السوائل اللي رح تطرح إلى الخارج. فنلاحظ كيف أنه السمول انتستين لها قابلية كبيرة على عملية الامتصاص، سحبت جزء كبير من الفلويد اللي جاء في داخلها. السكريشن اللي يتم إنتاجه بالسمول انتستين رح يكون من عدة مصادر. جزء من عنده رح يتم من خلال جلانس سميناها البرونرز جلاند واللي هي موجودة في منطقة الدودينم. جزء من عنده راح يتم عن طريق الانتستينال جلانس او اللي سميناها بالكريبتس اوف ليبركان، وجزء من عنده راح يتم عن طريق الانتيروسايتس واللي تكون على جدار او تكون على سطح الفيلاي. ف
فالإنتيروسايت موجودة في منطقتين، موجودة على سطح الفيلاي وموجود أيضا ضمن الكريبس أوف لبركان، لكن وظيفة هذه الخلايا تختلف في الجلاند عن وظيفتها في سطح الفيلاي. فثلاث أنواع من المناطق اللي تنتج سكريشن معين، وكل يعني اتحاد هذه الأنواع من السكريشن تمثل الانتستينال سكريشن. فنجي إلى أول وحدة اللي هي البرونرز جلاند. برونرز جلاند هي عبارة عن جلاند موجودة في جدار الدودينم، وفي المنطقة المحصورة ما بين البايلوريس وما بين البابلي أوف فيتر. يعني جزء الدودينم اللي قبل البابلي أوف فيتر يحوي على برونرز جلاند، أما بعده ما راح يكون أكو برونرز جلاند. سبب وجود هذه الجلاند هو أنه توفر حماية للدودينم من الحامض اللي يجي من الاستومك، حيث أنه هاي الجلانس راح تنتج الكلاين ميوكس، يعني تنتج ميوكس ومع تراكيز عالية من البايكربونات أيون. والوظيفة مع البايكربونات عرفنا أنه تعمل معادلة لحموضة المعدة. طيب إحنا البنكرياس أنتج البنكرياتك جوز اللي يكون حاوي على البايكربونات، وراح ينتج أيضا وأيضا البايل اللي هيكون بايكربونات. طيب شنو الحاجة إلى مزيد من البايكربونات من البرونرز جلاند؟ السبب في ذلك أن السكريشن من البايل أو الجوز بنكرياتك جوز راح ينزل من البابلي أوف فيتر وينزل إلى الدودينم ومنه إلى بقية أجزاء السمول انتستين. فالمنطقة ما قبل البابلي أوف فيتر ما راح يجيها هذا السكريشن لا من البنكرياس ولا من الليفر، فلذلك هي تكون غير محمية من الأسيد اللي يجي من الاستومك. لكن رب العالمين خلق في هذه المنطقة جلاند خاصة بها اللي هي سميناها برونرز جلاند، راح تنتج للألكلاين ميوكس حتى تحمي جزء الدودينم اللي يسبق البابلي أوف فيتر ويحميها. طبعا هاي المنطقة هي أول من يستقبل الحامض فيستقبله بتراكيزه العالية، فهذه البرونرز جلاند هي مختصة فقط لحماية هذا الجزء من الدودينم من الحامض. الجلاند هذه حتى تنتج الألكالين ميوكس لها ستيميوليشن معين، وأكو شغلات تعمل لها إنهابيتر. الشغلات اللي تعمل لها ستيميوليشن هو التكتايل ستيميولاي أو الإريتيتنج، يعني بمجرد أنه ينزل الكايم إلى الدودينم بمجرد ملامسته للميوكوزا للدودينم راح يحفز الجلاند أنه تفرز الألكالين ميوكس حتى رأسا تعمل حماية سريعة للدودينم. كذلك راح يجيها فيجال ستيميوليشن ويجيها السكريتي. هذول الاثنين تعودنا عليهم انهم دائما يعملون تحفيز للجلانس وتحفيز للحركة بشكل عام. بس بالنسبة للسكريتين دائما يعمل يعني تحفيز لإنتاج البايكربونات أيون حتى يعادل الحامض، والفيجال ستيميوليشن يحفز دائما الجلانس انه تعمل زيادة بالسكريشن. فهي شغلات لح تعمل ستيميوليشن للبرونرز جلاند. أما السمباثاتيك اللي هو دائما يعمل انهبيشن للجي اي تي، فهو أيضا يعمل انهبيشن للبرونرز جلاند. وعملية انهبيشن لهذه الجلاند في الوقت اللي يكون الاستومك عتفرغ كايم من عنده هي عملية يعني شغلة خطرة، لأنه الجلاند هذه تحمي الدودينم، فلما تتعطل أو يصير بها إنهابيشن راح تبقى الجزء الأول من الدودينم خالي من الحماية من الحامض. فلهذا تكون هذه المنطقة هي الأكثر شيوعا في حصول البيبتيك ألسر. عادة التقرحات بالجي آي تي 50% من الحالات تصير في هذه النقطة من الجي آي تي اللي هو الجزء الأول من الدودينم، بسبب أنه ما عنده حماية غير عن طريق البرونرز جلاند، واللي هو إذا جاء سمبثتك وعمل له إنهابيشن خلاص يبقى هذا الجزء خالي من الحماية، ولذلك يتعرض دائما للتقرحات. النوع الثاني من السكريشن راح يجي عن طريق الانتستينال جلاند أو اللي سميناها الكريبس أوف ليفركم، اللي هي عبارة عن جلانس موجودة ما بين الفيلاي ضمن الميوكوزا. هذه الجلاند تتكون من عدة أنواع من الخلايا. النوع الأول اللي هي الانتيروسايت، واللي هي في هذا المنطقة وفي هذه الجلانس مسؤولة عن إفراز الووتر
وبعض أنواع الإلكترولايت المتمثلة بالصوديوم والكلور والبايكربونات. نوع ثاني من الخلايا الجوبلت سيلز واللي هي مسؤولة عن إنتاج الميوكس، وكل أجزاء الجي آي تي قلنا تنتج الميوكس، والميوكس دائما وظيفته أنه يعمل لبريكيشن ويسهل عملية انتقال الفود. النوع الثالث من الخلايا الانتيرو اندوكراين تنتج هرمونات. النوع الرابع اللي هي الخلايا البيزل سيلز أو الريجنريتف سيلز، هذه مسؤولة عن أنه يصير بها انقسام وتعوض الخلايا اللي تموت على سطح الفيلاي. والنوع الخامس اللي هي البانث سيلز، وهذه مسؤولة عن إنتاج إنزيم اللايزوزايم اللي يقتل البكتيريا. فالسكريشن اللي ينتج من هذه الجلانس يتم عن طريق أول نوعين اللي هم الانتيروسايتس والجوبلت سيلز. الجوبلت سيلز قلنا ينتج ميوكس، والانتيروسايتس راح ينتج الووتر، والإلكترولايتس اللي هي مجموعة من الأيونات تتمثل بالصوديوم والكلور والبايكربونات. هذه الخلايا لما تنتج هذا النوع من السكريشن راح يصعد وين؟ يصعد إلى سطح الفيلاي أو يصعد إلى اليومن أو the small intestine. ترجع الانتيروسايتس الموجودة على سطح الفيلاي تسحب هذه الإلكترولايتس وتسحب الووتر مرة أخرى. فإذا الووتر والإلكترولايتس اللي تفرز الانتيروسايتس الموجودة بالانتستينال جلاند يصعد إلى اليومن أوف انتستين، ترجع الشغلات اللي عملتها سكريشن ترجع تنسحب من خلال الانتيروسايتس الموجودة على سطح الفيلاي. شنو الفائدة من أنه هي أفرزته ورجعت عملت له أبزوربشن؟ أول شيء الووتر راح يعمل نوع من التخفيف للمواد أو للكونتنت بالانتستين، وهذا الشيء يسهل من عملية الأبزوربشن. ثانيا الإلكترولايت اللي هي متمثلة به البايكربونات، فالبايكربونات راح يوفر الوسط القاعدي للإنزيمات في السمول انتستين حتى تشتغل. الوسط تقريبا البي اتش راح يكون 7.5 إلى 8. أما بالنسبة إلى الكلور فهو إفرازه راح يسهل إفراز ويسحب معاه الصوديوم، والصوديوم الفائدة من عنده أنه يسهل عملية امتصاص بعض العناصر الغذائية. فنلاحظ هنا أنه الانتيروسايتس هذه الموجودة في الانتستينال جلاند راح تعمل أكتيف ترانسبورت حتى تطلع الكلور، وأيضا أكتيف ترانسبورت حتى تطلع البايكربونات. ثنائهم لما يطلعون راح يسحبون معاهم الصوديوم. عملية التجاذب الإلكتروني أنه السالب الشحنات السالبة سحبت معها الشحنات الموجبة، والصوديوم نعرف أنه دائما يسحب معاه الووتر. فبهاي الطريقة عملت الانتيروسايت عملت سكريشن لهذه الإلكتروليتات وللووتر. هذه الإفرازات راح تصعد إلى اليومن أو the intestine، فتجي الانتيروسايت هذه الموجودة على سطح الفيلاي ترجع تسحب هذه السكريشن مرة أخرى. فقلنا شنو الفائدة من هذا الشيء؟ إنه الووتر عمل تخفيف للمواد، فهذا الشيء سهل من الأبزوربشن، فترجع تسحبه مرة أخرى الانتيروسايت حتى لا نفقده. أما بالنسبة للبايكربونات ففائدته أنه عمل وسط قاعدي يعني حتى تشتغل الإنزيمات. أما وظيفة الصوديوم فراح تستخدم الخلايا كوسيلة لعملية سحب الأمينو أسيد والجلوكوز وعناصر أخرى، وهذه أخذناها في محاضرات السيل فيسيولوجي أنه أكو نوع من الترانسبورت سميناه كو ترانسبورت، نوع من أنواع السيكندري أكتيف ترانسبورت، أن الصوديوم بتراكيزه العالية تقدر خلية تسحبه بشكل باسيفلي، وبنفس الوقت تسحب معه الأمينو أسيد أو الجلوكوز أو عناصر غذائية أخرى، فاللي يكون تراكيزه في داخل الخلية أعلى منه في الخارج. فحتى لا نستهلك طاقة بعملية سحبه نستخدم هذه الطريقة اللي تكون بدون استخدام الطاقة. فلاحظ أنه هذا السكريشن اللي جاء من الانتستينال جلاند وخاصة من الانتيروسايتس وساعد في عملية الأبزوربشن اللي تتم من خلال الانتيروسايتس الموجودة على سطح الفيلاي. النوع الثالث من السكريشن راح يتم عن طريق الانتيروسايتس الموجودة على سطح الفيلاي، واللي قلنا أنه وظيفته
تختلف عن الموجودة داخل الانتستاينال جلاند. وظيفة الانتيروسايتس على سطح الفيلاي تتمثل بالابزوربشن زائدا انتاج الانزيمات الخاصة بالانتستين. الانزيمات الخاصة بالانتستين هي مسؤولة عن المرحلة الاخيرة للدايجستشن، فتعمل على تحويل العناصر الغذائية الى المكونات الرئيسية والاخيرة. فعملية الهضم تبدأ من الماوث وتنتهي بالسمول انتستين، اي ان السمول انتستين هي المحطة الاخيرة لعملية الهضم، فاللارج انتستين ما لها علاقة بالهضم نهائي. عملية الهضم في السمول انتستين تتم بواسطة خلايا أو بواسطة انزيمات تفرزها الانتيروسايتس، فراح تنتج اولا البيبتايديزز انزيمز، وهذه مسؤولة عن تفتيت البيبتايدز الصغيرة وتحولها الى امينو اسيد. فإلى هنا تنتهي عملية هضم البروتينات. النوع الثاني من الانزيمات اللي هي الانزيمات الخاصة بهضم الدايساكارايتس وتحويله الى مونو. الدايساكارايتس الناتج من هضم البوليبيبتايز، عفوا من البوليساكارايتس او اللي هي نازلة على شكل دايساكارايت، تكسره الى مونو. فالسكروز، مالتوز، ايزومالتوز، لاكتوز، هذول اربع انواع من الدايساكارايتس، كل واحد منهم عنده إنزيم يعمل على كسره إلى مونو. فأكو سكريز، مالتيز، أنزومالتيز، ولاكتيز. فإلى هنا تخلص عملية هضم الكربوهيدرات. بالنسبة إلى النوع الثالث اللي هو الانتستينال لايبيز، وهنا لازم نقول انتستينال حتى نفرقه عن اللايبيز اللي تنتجه البنكرياس. هذا رح يحطم الترايغليسرايدز إلى غليسرول وجزيئات من الفاتي أسيد، وهذه هي العناصر الأولية للليبتس. فإلى هنا أيضا تنتهي عملية هضم الليبتس. هذه الإنزيمات راح تستقر على السطح الانتيروسايتس، وسطح الانتيروسايتس المواجه لليومن يكون بمايكروفيلاي، فنسميه بالبرش بوردر، يشبه الفرشة، فتقعد عليها الإنزيمات حتى تقتنص المواد الغذائية وتكسرها وتحولها إلى العناصر الرئيسية. فنلاحظ أن عملية الهضم بدأت من الموث، صار تكمل مالها بالستومك وانتهت بالسمول انتستين. فالموث أفرز الأميليز، ألفا أميليز، الستومك أنتج الـ HCL والبيبسين، الدودينم راح ينزل بـ البنكرياتيك إنزيمز تتمثل بـ بنكرياتيك أميليز، بنكرياتيك لايبيز والتريبسين. السمول انتستين أنتجت عدة أنواع من الإنزيمات اللي لها علاقة بهضم الكربوهيدراتس أو الدايساكارايتس، واللي لها علاقة بهضم البروتينات البيبتايديز، وأيضا الانتستينال لايبيز. فالكربوهيدرات اللي هي عبارة عن بوليساكارايتس وأكو دايساكارايتس، تجيها هذه الأنواع من الإنزيمات اللي لها علاقة بهضم كربوهيدرات فتحولها إلى مونوساكارايت، تنتهي هضم الكربوهيدرات. بالنسبة للبروتين يحتوي على سلاسل من الأمينو أسيد، تجيها البيبسين بالستومك، التريبسين من البنكرياس، ثم البيبتايديز من السمول انتستين فيتحول إلى أمينو أسيد، ينتهي هضم البروتينات. أما الليبتس اللي هو معظم أنواعه هتكون على شكل ترايغليسرايدز، اللي هي جزيئة من الجليسرول مرتبطة بها ثلاث جزيئات من الفاتي أسيد. يجيها اللايبيز اللي جزء اللي نوع من عنده كان من البنكرياس ونوع من الانتستين، يحوله إلى جليسرول وثلاث جزيئات من الفاتي أسيد. هنا انتهى هضم الدهون. فبالسمول انتستين يتم تكميل عملية الدايجستشن، وخاصة بالجزء الأول منه، والجزء الثاني من عنده راح يكون مسؤول عن الأبزوربشن بشكل رئيسي. السطح الميوكوزا للفيلاي راح يكون نشط وشغال بشكل مستمر وبشكل كبير، فلذلك الخلايا هذه لازم تقبل يعني تظل محافظة على الحيوية مالها، فيتم استبداله في كل فترة
حتى ما تفقد حيويتها. هذا الاستبدال راح يتم من خلال خلايا اللي ذكرناها موجودة بالانتستاينال جلاند، سميناها بالريجنريتيف سيلز أو البيزل سيلز. هذه الخلايا الموجودة بالجلاند يصير بها مايتوسيس، يصير بها ديفرنشيشن إلى أنواع الخلايا الانتيروسايت والجوبلت سيلز، وهذه الخلايا تندفع إلى السطح، إلى سطح الفيلاي، وتستبدل الخلايا اللي يصير بها تسلخ من جدار الانتستين إلى مع الكونتنت وطرحها إلى الخارج. فهذه عملية الاستبدال تستمر، بحيث أنه في اليوم الواحد راح يتم استبدال أكثر من 17 مليون أو 17 مليار من الخلايا المبطنة للسمول انتستين. هذا ما يخص بالسكريشن الخاص بالسمول انتستين. أما الموفمنت من سمول انتستين فالكلام عنه راح يكون تقريبا معاد، وهو نعرف أن الموفمنت بالجي اي تي بصورة عامة بنوعين، اللي ميكسينج واللي يكون على شكل بروبالسيف. فالميكسينج موفمنت بالنسبة للسمول انتستين يكون على شكل تقلصات متتابعة في نقاط مختلفة، ثم بحيث أنه السمول انتستين تصير تشبه ما تشبه الصوصج اللي يكون مقسم إلى قطع ما بين نقطة وأخرى حوالي سنتيمتر، فتصير نقاط مختلفة من التقلصات في مناطق متسلسلة. بعد ذلك يصير بها ريلاكسيشن، يصير مرة أخرى كونتراكشن في نقاط أخرى اللي ما صار بها كونتراكشن في المرة الأولى، فيستمر عملية الكونتراكشن هذا اللي تعمل خلط للكونتنت بسمول انتستين مع السكريشن. وهذه بالنسبة للسمول انتستين، هاي الحركة نسميها بالسيجمنتيشن كونتراكشن. النوع الثاني من الحركة اللي هي البروبالسيف موفمنت أو البريستاسيس، هذه أيضا أخذناها أكثر من مرة، أن يصير عملية دفع للكونتنت باتجاه بالأنال دايركشن. حركة البريستاسيس بالسمول انتستين تتميز بأنه تكون بطيئة جدا وضعيفة، بحيث أنه الكونتنت بالسمول انتستين يطول حوالي 3 إلى 5 ساعات، وذلك بسبب بطء الحركة داخل السمول انتستين. عملية الدفع هذه راح تستمر من بداية السمول انتستين، منطقة البايلورس، إلى نهاية السمول انتستين، واللي هي منطقة اتصال الإيليوم بالسيكم والمفصولة بالإليوسيكل فالف. هذا البريستاسيس اكو لو كنترول، اكو شغلات تحفزه، اكو شغلات تثبطه. الشغلات اللي تحفز البريستاسيس ايضا، هاي شغلات اخذناها كثير، اللي هو الانتريك نيرفس سيستم بشكل رئيسي. لما يصير ديستنشن او ستريتش لنقطة بالجي اي تي، تحفز المينتريك بليكسس انه يعمل كونتراكشن وبريستاسيس ويدفع الكونتنت. ايضا يجي تحفيز خارجي من الاستومك بالتحديد، اكو اتصال ما بين الاستومك والسمول انتستين بجاسترو انتريك ريفلكس. من الاسم مبين انه هذا الريفلكس يبدي من الاستومك وينتهي بالسمول انتستين. هذا الريفلكس هو تحفيزي يحفز السمول انتستين على انه تفرغ الكونتنت اللي بيها، وانه تسرع من الحركة ماله، فتسرع من البريستاسيس. وهذا الشيء أو هذا الريفلكس أكثر شيء يحصل لما الشخص يتناول وجبة جديدة. لما الشخص يتناول وجبة وتنزل من الاستومك إلى السمول انتستين، تبدي أو تظل عملية الدايجستشن والأبزوربشن بشكل بطيء ومتأني، إلى حين أن الشخص يتناول وجبة جديدة. هنا تبدي الاستومك تتصل بالسمول انتستين وتقول له أبدي فرغي لأن جت وجبة جديدة. فهنا تتحفز البريستاسيس بالسمول انتستين حتى تدفع الكونتنت باتجاه اللارج انتستين وتستعد للوجبة الجديدة. فهذا نسميه جاسترو انتريك ريفلكس. هذا بالنسبة إلى النيورال ستيميوليشن. أما بالنسبة إلى الهرمونال ستيميوليشن، فأيضا هناك مجموعة من الهرمونات واللي أيضا أخذناها، ومن ضمنها الكوليسيستوكاين. الكوليسيستوكاين يحفز حركة السمول انتستين بشكل عام. أيضا الإنسولين والسيروتونين تحفز الحركة، والجاسرين أيضا يعمل نوع من الحركة للسمول انتستين حتى
يهيئها لأنه تتفرغ وتستقبل كونتنت جديد. بالعكس أكو هرمونات تعمل إنهابيشن لحركة السمول انتستين ومن ضمنها السكريتين، فالسكريتين هو دائما يحبذ السكريشن ما يحبذ الحركة، وتأثيره على الحركة قليل ولكن هو يعمل نوع من التثبيط من البريستاسيس. وأيضا الجلوكاجون يعمل تثبيط كون أنه الجلوكاجون تقريبا الأكشن ماله معاكس للإنسولين، فالإنسولين عمل ستيميوليشن الجلوكاجون رح يعمل إنهابيشن. زين، فائدة البريستاسيس هو احنا نعرف أنه البريستاسيس يدفع، ففائدة البريستاسيس أنه هو يدفع يدفع الكونتنت أو الكايم من بداية السمول انتستين إلى نهايته، وهذا الشيء معروف. أيضا البريستاسيس يعمل نوع من أنه ينشر الكايم على سطح الميوكوزا للسمول انتستين، وهذا الشيء يزيد من المساحة السطحية للكايم فيزيد الدايجستشن ويزيد الابزوربشن. فإذا البريستاسيس يعمل دفع للكونتنت ونفس الوقت نشر للكايم على سطح السمول انتستين. الدفع هذا راح يستمر إلى أن يصل إلى نهاية السمول انتستين، نهاية الإيليم، قبل أن يصل للسيكم اللي هو الجزء الأول من اللارج انتستين. الكونتنت بالسمول انتستين مثل اللي يعمل وقفة بنهاية السمول انتستين، راح يقف ما راح يتحرك ويظل جامد تقريبا عدة ساعات إلى حين أن الشخص يتناول وجبة جديدة. هنا يجي الاتصال من الاستومك أنه يبدو بعملية التفريغ سميناها بالجاسرو انتريك ريفليكس، فهنا راح تجي برستاسيس قوية بالإليم وتدفع الكونتنت من الإليم باتجاه السيكم. فإذا الكونتنت بالإليم يعني يكون حركته بطيئة جدا وشبه تتوقف لما تصل بالقرب من السيكم، وهذا الشيء راح يساهم في عملية الأبزوربشن بشكل كبير. ولكن لما يجي فود جديد هذا الشيء يدفع أو يحفز الإليم أن يدفع الكونتنت باتجاه السيكم. البريستالسيز قلنا أنه تكون بطيئة وأنه دفعة للكونتنت بالسمول انتستين بطيء جدا، لكن لما يصير الريتيشن لبطانة الاستومك البطانة الانتستين مثلا مواد سامة، مواد ضارة، مواد كيميائية، هنا السمول انتستين تعمل على زيادة الحركة وزيادة الدفع حتى تتخلص من هذه المواد الضارة وحتى تمنع، وهذا الشيء يمنع من عملية الامتصاص. من هاي المواد احنا ما نريد نمتصها، احنا نريد نطرحها، فيصير حركة سريعة للسمول انتستين وتدفع بشكل يعني بشكل سريع بحيث انه تتفرغ في غضون دقائق. يعني احنا ذكرنا انه حركة البريستاسيس بالسمول انتستين بطيئة بحيث انه الكونتنت ما يندفع خلالها الا بعد ساعات، لكن لما يصير الروتيشن لا راح تستعجل بشكل كبير والبريستاسيس يصير قوي بشكل كبير فيدفع هذه الكونتنت بسرعة باتجاه اللارج انتستين حتى لا يصير بي ابزوربشن، فيدفعه في غضون دقائق وهذا الشخص يصير عنده حالة من الدياريا، فيصير انه الكونتنت او الفضلات تطلع تكون فلويدي بسبب انه الابزوربشن ما صار له. هذه الحاله تسمى بالبريستالتيك رش اللي هي عمليه الدفع السريع للكونتنت بالسمول انتست، وهذه نوع من انواع الدفاع او الحمايه ضد المواد اللي تم تناولها واللي تكون بها مواد سامه او مواد ضاره. البريستالتيك رش هذا راح يتم أو رح يحصل بنوعين من التحفيز، تحفيز مباشر من المينتريك بليكسس أنه تتحسس لوجود هذه المواد الضارة أو المواد اللي تعمل الريتيشن، فتعمل بشكل مباشر على تحفيز البريستالتيك رش. كذلك رح يجي إعاز خارجي من الإكسترينسيك نيرفس سيستم، أيضا أنه تجي إشعارات من سمول انتستين باتجاه الجانجليا الخاصة بالأوتونوميك نيرفس سيستم والبرين ستيم، فترجع سيجنالز تكون محفزة لعملية البريستاسيس بشكل كبير. فهذا الشيء يعمل على دفع السمول انتستين وتفريغه من المواد الضارة حتى لا يصير بها ابزوربشن ونتخلص من عنده.
هذا بالنسبة كان للموفمنت بالنسبة للسمول انتستين بشكل عام. الفيلاي أيضا راح يكون لها نصيب من هذه الحركة، وهذا الشيء يتم عن طريق ما أخذناه بالمحاضرة الأولى اللي كان الماسكولاريس ميوكوزا اللي هي إحدى طبقات الميوكوزا. طبقات الميوكوزا الثلاثة قلنا الإيبيثيليوم واللامينا بروبيريا والماسكولاريس ميوكوزا اللي هي كانت عبارة عن فايبرز منتشرة بشكل متناثر تفصل الميوكوزا عن السب ميوكوزا. هذه الفايبرز من المسلز تساهم في حركة الميوكوزا وتساهم أيضا في حركة الفيلاي، لكن هذه الحركة تكون بسيطة. حركة الميوكوزا بسبب هذه المصل تساهم في عملية الابزوربشن، وحركة الفيلاي راح تكون بشكل صعود ونزول يعني shortening وelongating يعني تصير مثل حركة الميلكينج. فهذه الحركة بالفيلاي فائدة منها أنه تعمل على دفع الليمف الموجود في داخله باتجاه الليمفاتيك فيزلز أو باتجاه الليمفاتيك سيستم، تسهل من الحركة. فحركة هذه الفايبرز راح تكون بالسيطرة أو تقع تحت سيطرة اللوكال نيرفس سيستم. المينتريك أو السب ميوكوزال بليكسس هي اللي تتحكم بالحركة معه. زين، فهذه السمول انتستين البطانة ماله تكون مليئة بالفيلاي اللي موجودة به أعداد ضخمة. الفيلاي من الخارج تكون محاطة بإبيثيليوم مسؤول عن عملية الأبزوربشن، ومن الداخل طبعا هاي الإبيثيليوم تكون عبارة عن تيروسايتس عند مايكروفيلاي أو فريش بوردر تعمل عمل عملية الامتصاص. من الداخل أكو لاكتيال اللي هو لينف وبلاد فيزلز تسحب المواد اللي تمتص هذه الفيلاي باتجاه السيركولاتري سيستم. اكتمل عملية الدايجستن بالسمول انتستين وصار عملية الابزوربشن. هنا وصلنا الى الجزء الاخير اللي هو الإيليوم، صار الكونتنت قريب من اللارج انتستين. هنا اللي يفصل الإيليوم عن السيكم شغلتين، إليوسيكال فالف وإليوسيكال سفنكتر. الفالف هو عبارة عن تو ليبس متجهة أو البروتوريود باتجاه السيكم، وأي فالف إحنا نعرفه الوظيفة ماله أنه يسمح بالحركة باتجاه واحد، فهو يسمح بالحركة باتجاه الإليوم إلى السيكم ويمنع الاتجاه بالحركة المعاكسة. هذا دائما الفالف يكون هذا هو الوظيفة ماله. فهذا الفالف يخلي الكايم أو الكونتنت تطلع من الإليوم باتجاه السيكم وتسمح أو تمنع الحركة بالاتجاه المعاكس. هاي وظيفة الفالف. أما الإليوسيكال سفينكتر اللي هو عبارة عن بوابة، هاي البوابة اللي هي عبارة عن عضلات ثخينة، هي ما راح تكون قوية جدا ولكن هي تعمل نوع من الإعاقة لعملية التفريغ. في الإليوسيكال سفنكتر الوظيفة ماله أنه تعمل تبطيء لعملية التفريغ من الإليوم باتجاه السيكم. فنلاحظ أنه قلنا أنه الكونتنت اللي يصل إلى الإليوم راح يبقى به فترة طويلة عدة ساعات، والتفريغ يكون كلش بطيء باتجاه السيكم. التفريغ هذا راح يظل بمستوى ضعيف إلى حين انه الشخص يتناول وجبة جديدة، فيجي اتصال من الاستومك للسمول انتستين انه زيد عملية التفريغ حتى تتهيئين للوجبة الجديدة. فهي سميناها بالجاسترو انتريك ريفليكس او ايضا يسموه بالجاسترو ايليال ريفليكس، يعني بالتحديد هذا الريفليكس يجي على الإليوم ويفرغ الكونتنت اللي بيها، لان الكونتنت يقف بالإليوم لمدة طويلة. فهنا راح يتم تحفيز التفريغ من الإليوم باتجاه السيكم. فأول محفز للتفريغ هو اللي قلنا عليه الجاسترو إيليال ريفليكس، واللي هو يتم بعد تناول الوجبة الجديدة. أيضا يساعد في ذلك الجاسترين هرمون، أيضا هو يعمل نوع من التحفيز للإليوم حتى يفرغ. فدائما الاستومك تعمل على تحفيز السمول انتستين، بينما السمول انتستين دائما تعمل على تثبيت الاستومك، يعني تبادل
تبادل غير منطقي بين الاثنين. أيضا إذا صار irritation بالإيليوم، وهي ذكرناه بمسألة البريستالتيك رش، أنه لما يصير irritation بجدار الميوكوزا بالميوكوزا للسمول انتستن، تعمل على الدفع بشكل سريع، وأيضا تساهم بعملية التفريغ من الإيليوم باتجاه السيكم. أيضا إذا كان الكونتنت الموجود أو الكايم يكون فلويدتي بشكل كبير، فهذا الشيء يسهل من عملية الإمتنج. وقلنا أنه الشغلات اللي تحفز أو الشغلات اللي تزيد من سيولة الكونتنت أو سيولة الكايم هي عدة شغلات، ومن ضمنها كمية الفلويد الشخص يتناوله، كمية السكريشن، وأمور أخرى. أيضا البريستاسيس العادية اللي تحصل بالإليم تعمل على التفريغ للإليم باتجاه السيكم، ولكن يكون هذا الشيء بطيء، إلا في حالات الجاسترويليال ريفلكس تعمل على تسريع هذه البريستاسيس. أما الشغلات اللي تعمل تثبيط للتفريغ من الإليم باتجاه السيكم، فهي تحصل لما السيكم هو نفسه يكون ممتلئ بالكونتنت. من السيكم صار ممتلئ، ما هو ما عنده استعداد أنه بعد يستقبل من الإيليوم، فيعمل تثبيط للإيليوم لحركة الإيليوم، وبنفس الوقت راح يزيد من انغلاق البوابة ما بينهما اللي هي سميناها بالإليوسيكل سفينكتر. أيضا في حالة أنه صار الريتيشن بالسيكم أو باللارج انتستن، الريتيشن إذا صار بالسمول انتستن هذا الشيء يزيد التفريغ حتى نتخلص من الكونتنت وما يصير بيها absorption. بينما لو صار الirritation باللارج انتستن بالتحديد بالسيكم، بالعكس راح يصير تثبيط لحركة الإيليوم، لأن أكو خلل بالسيكم، أكو مشكلة، أكو التهاب، أكو يعني شيء مشكلة يريد السيكم يحله قبل ما يستقبل المزيد من الكونتنت. ومن ضمن هذه الحالات أن يصير التهاب الزائدة الدودية appendicitis، هذه الحالة أكو inflammation، أكو infection بهذه المنطقة، فتتعطل عن الحركة، فتمنع الإليوم من أنه يجيب له المزيد من الكونتنت حتى تقدر إلى أن تتصلح هذه المشكلة أو يتصلح هذا الانفكشن. نهاية المحاضرة التاسعة، إن شاء الله المحاضرة الجاية راح تكون عن اللارج انتستين، وهي المحاضرة الأخيرة بالجي آي تي. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.